إذا فعلا أيها السيدات والسادة، it's photo finish، photo finish في آخر أشواط الأسبوع. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي، برنامج photo finish. حلقتنا راح تكون مع الفارس المتمرن والفارس المتألق أحمد مكي. نرحب فيك أحمد. أهلا وسهلا بك. الفارس أحمد مكي، حدثنا عن بدايتك في مضمار نادي راشد الفروسية، وعلى أي يد المدرب اللي استقطب الفارس أحمد مكي؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جيت هنا النادي تقريبا عمري 14 سنة تقريبا، جيت لهم مع مضمر طالب علي، وعلمني أنه المدرب طالب علي من بداية، يعني كنت على حصان واحد يعلمني، والحمد لله لما صار عنده ثقة فيه وقام يعطيني له خيل كثر، يعني من واحد إلى تقريبا خمسة صاروا عندي، وشوي شوي الحمد لله وصلت يعني لهالمستوى، وإن شاء الله للأفضل بعد. أحمد مكي، كونك الفارس الأصغر سنا في مضمار نادي راشد الفروسية، من مواليد 91 أعتقد. صحيح. مواليد 91، هل تحس بالرهبة أثناء السباق؟ هو والله في البداية يعني كنت قبل تقريبا، أنا الحين صار لي كفارس متمرن خمس سنوات تقريبا إلى ست، في البداية كنت يعني أحس روحي شوي في عندي توتر، لأنه أركب مع فرسان كبار ويعني فرسان عالميين كانوا موجودين في المضمار، والحمد لله تغلبت على هالشي يعني وواصل مسيرة. خبرنا عن رحلتكم إلى دولة بريطانيا من قبل إدارة نادي راشد للفروسية، بتعثتكم إلى بريطانيا بتوجيهات من سمو الشيخ عيسى بن سلمان، خبرنا عن بداية وفكرة اللي هو ابتعاثكم. اول شيء حبيت اشكر الشيخ عيسى بن سلمان على هذا الدعم يعني للفرسان المتمرنين، اللي هو انا مع الحسن يعني اللي رحنا لبريطانيا، واشكر اداره النادي يعني الحمد لله يعني في تطور، احس روحي تطورت يعني واجد اكثر من قبل، واتمنى ان يعني اني بعد اروح مره ثانيه ادرس اكثر واكثر. مدة الرحلة كانت 3 أشهر أو مدة الرحلة كانت شهرين يعني. هل استفدت، نوعية الاستفادة اللي استفدتها أحمد مكي من خوضه في التمارين الصباحية في بريطانيا؟ التمارين الصباحية يعني هناك يختلف عن له مملكة البحرين، هناك بريطانيا هناك المرة لنا 3 رؤوس، نبتدي من الساعة 6 الصبح إلى تقريبا الساعة 12 الظهر على 3 رؤوس، كل حصان تقريبا يكلف له ساعتين ونص، فهناك الشغل يكون يعني غير عن المملكة، لأن هناك الأجواء مالتهم باردة، وهني غير يكون أجواءنا، إحنا هني البحرين حر، فيعني شغل يعني وجه. هل هناك يعني تكون بس فترة الصباح أو هناك فترة مساء؟ خصوصا انتم مبتعثين الى مدرسه، وهو هناك يكون الجوكي اللي موجود هناك يعني اتكلم عليك، فتره الصباح عندهم وفتره المساء يروحون حق اللي ينظفون الخيل يقيدونها، فاحنا كنا مبعوثين حق المدرسه بعد في نفس الوقت، نروح اللي هو نمرن عند المدرب اللي هو جورمين نوسيدا من الساعة 6 إلى الساعة 12، عقب نروح يعني شوي ناكل لنا شيء خفيف، الساعة 1 نروح للمدرسة، فما عندنا مجال نحضر العصر عند اللي هو المدرب جورمين نوسيدا. شنو نوعية الاستفادة يعني من خلال تواجدكم هناك؟ هل القاعدة الصحيحة طبعا استفدتون؟ أنا استفدت عن نفسي يعني استفدت يعني أشياء واجد. استفدت أول شيء في الشغل يعني هناك كتركب مع جوكية محترفين، فيعني وفي المدرسة في نفس الوقت استفدت أشياء وايد، قاعدة في ضرب اللي هو الشابوك يعني ضرب يمين يسار، في أشياء وايد. هل
doesn't help me put a baggy t-shirt on. It doesn't help. That doesn't help. It does me no favours. Have you got your body protected yet? Have you got your body protected yet? مدرب مال المدرسة مايكل تيبت ما قصر ويانا الحمد لله. أحمد مكي، كونك بتعث لبريطانيا، هل الأجواء تختلف بالنسبة للمضمار؟ هناك فرق بين مضمار البحرين والمضمار البريطاني من طريقة التمارين والتدريبات. هو يعني مضمار بريطانيا مضمار عالمي، يعني تشارك فيه فرسان عالميين يعني نفس فرانكي دي توري، وفي أشياء يعني تختلف، ومضمار يعني غير، وأجواء هنا غير يعني الصراحة أجواء تعيش أجواء ريس. بالنسبة إلى الفارس اللي يعشق الفارس أحمد مكي العالمي تيتور، نلاحظك تقوم بحركاته عند الفوز وهو الجامب من الحصان، خبرنا عن عشقك إلى هاي الفارس. والله هذا أنا من أول ما ابتديت يعني في الخيل حبيت أركز على هذا الفارس فرانكي تيتور، حبيت اشوف ستايله وحبيت اقلد هذا. عظنا هو الفارس تواجد على الجواد بارتك هنا في المملكة وفوز الفارس فرانكي دي توري، شعورك وانت تشاهد الفارس في المضمار البحريني؟ والله الصراحة يعني الفوز انا اعتبره فوز فرانكي دي توري، يعني مو فوز بس الحصان، اعتبر الفوز فوز فرانكي دي توري، كان ان عنده شوط واحد وجاي، يعني انا حبيت اطالع بس طريقه التمارين في الفتره الصباحيه او المسائيه طبعا تختلف عن فتره السباق، لكن احمد شلون التمارين؟ هل تاخذ الاوردر طبعا من المدرب؟ هو طبعا اخذ الاوردر من عند المدرب يعني، والمدرب يعني ساعات انا مثلا لو انا فوق الحصان عند المدرب وعنده نظرية إلى الحصان، الحصان إلى المدرب الجوكي السايس المالك، تأخذ اللي هو فريق كامل يكتمل لحق هذا الحصان. إذا المدرب يسأل الرايدر يأخذ الراي مال الجوكي وتشوف شلون وجهة نظره يعني في راي الجوكي، إيش يقول له مثلاً الحصان يحتاج كذي مثلاً، او السايس يدري عن الحصان. طبعا الفارس احمد مكي تمكن من تحقيق المفاجاه في الاسبوع الماضي مع الجواد اللي هو تاف، واهديه المدرب حسين الدلمي اولا. خبرنا عن المفاجاه، اول كنت متوقع فوز الجواد تاف في الامسيه؟ هو يعني هذا الحصان اللي هو تاف انا شغله الحين صار هي المدرب حسين الدلمي، والحمد لله يعني انا ويا المدرب حسين الدلمي كنا يعني، وهو ياخذ رايي وانا اخذ رايي، نشوف الحصان وش اللي يحتاجه، والحمد لله يعني انا متوقع انه يعني قبل الشوط، وانا اقول له ان شاء الله بخليك تصور الحين، هذا قبل الشوط يعني، فانا قلت له ان شاء الله بخليك تصور يعني، هو قال يا انت تتوقع انه يغلب، قلت له ان شاء الله بغلب، والحمد لله جيت وتمكنت وغلبت يعني. بالنسبة لقرارات لجنة المعتمدين لاحظنا قرارات قاسية كانت على الفرسان، هل هي القرارات تكون صائبة؟ هو بالنسبة عن يعني هو حق اللي هو انضباط الفرسان يعني زين، ففي أشياء يعني يبغى لها تعديل، مثل اللي هو حق الفرسان المتمرنين يعني اللي يبغونهم يركبون 52، في بعض الفرسان ما يقدرون يركبون 52 مثلا الاوزان، اتكلم عن الاوزان، انا عندي يعني كوجهه نظري اذا الفارس نزل وزنه
قد ما يقدر ينزل وزنه، فهي تعال يصير ضغط في يوم الجمعه ما يصير عنده باور. لو خلوا لهم بس كيلو واحد مثلا او نص كيلو. طبعا نعود مع ترشيحات الاسبوع مع الشوط الاول كسمو الشيخ خليفه بن علي بن عيسى الخليفة المسافة 1300 متر للجياد 3 سنوات 3 years old only. ترشيحاتك للفارس أحمد مكي في هذا الشوط؟ الشوط راح يعني يكون الخيل له مفتوح للشوط، يعني أتوقع مفتوح لأن الخيل 3 سنوات ما تدري من يكون يعني. وأنا أرشح يعني نموذج آخر ركض إليه كان واجد يعني الصراحة ركض زين مع الفارس نفسه اللي هو البيرتو سانا، وعندك حصان المقفول وتشيرين يعني في خير زينة يعني في هالشو. هل النموذج راح يعمل مفاجأة ملك السيد هادي إبراهيم العفو في هذا الشو؟ أتوقع هو يعني أنا لأن السباق ظهر فيه آخر سباق ما شاء الله عليه واجد يعني الحصان اللي هو قدم مستوى يعني جدا رائع. إذن بالنسبة للشوط الثاني وهو المخصص للفرسان المتمرنين وعندك مشاركة مع المرشح اللي هو الصقلاوي 1517 العار ملكية أهلي الصبلات الروضة والمدرب فوزي ناس، ترشيحاتك في هذا الشوط؟ والله إن شاء الله يعني إنه يكون لي التوفيق إن شاء الله أنه هو الحصان الصقلاوي يعني أتوقع يعني ترشيحاتي يعني. ترشيحاتك تصف في الجواد الصقلاوي، وإن كانت هنا خطورة تتوقع أي من الجياد الخطرة عليك في هاي الشوط؟ الجلاوي يعني هو مع الفارس علي سمية هو 1434 هو اللي بيكون خطر في هذا الشوط. بالنسبة للشوط الثالث كسمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الخليفة لمسافة 1400 متر ومشاركة 5 من الجياد الانتاج المحلي، الترشيحات تصب في اي جواد في هذا الشوط؟ المرشح الاول اللي هو مع كيب كروسيدر مع الفارس بريدويل، الترشيح الثاني في هذا الشوط؟ مستر تنجو يعني اتوقعه يعني مثل. بالنسبة للجواد الزائر هل راح يكون في قدر المنافسة؟ هو يعني من لو زائر شايل له 60 كيلو مع الفارس جيرات فرنش، والحصان مع بريدول شايل 55 يعني أتوقع بريدول هو الأفضلية له الفوز. بالنسبة للشوط الرابع شوط السرعة تلاقي الجواد إيرباص مع الجواد جبل إجري أول مرة في المملكة، خصوصا بعد ظهور الجواد جبل إجري بمستوى مغاير عن المواسم السابقة، ترشيحات تصب في أي جواد؟ راح يكون يعني ترشيح له تيفليج، ويعني سابق فوق الفارس حسن الصفار وأبدع فوقه يعني الصراحة يعني يشكل على خطورة له إيرباص، خاصة يعني الحصان غايب تقريبا من فترة وده يغيب ده الحصان يجي ويقدم مستوى أفضل ألاحظ إليه يعني، ولا استبعد له بيتكن حصان بيتكن قدم مستوى جدا رائع في المسافات القصيرة يعني. هل راح تكون مفاجأة أو حصان راح يدخل على خط المنافسة غير المرشحين من قبل إدارة نادي راشد؟ والله انا يعني ما اشوف هالثلاثة رؤوس اللي افضل شيء يعني، بس انا مشارك يعني في الشوط واتمنى اني افوز يعني، ما في احد ما يتمنى انه يفوز في هذه الاشواط الكبار يعني. بالنسبة الى ترشيحاتك في الشوط الخامس ايضا المسافة 2400 متر على كأس سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة، شوط اللي هو تصنيف من 0 إلى 27 تاج محلي. سن دانسر يعني هي هون اتوقع، وانا مشارك في هذا الشوط اللي هو عندي غندم ستايل، وان شاء الله توفق ويا الحصان اللي هو غندم ستايل. يعني الترشيحات راح تكون تصب في المرشح الاول اللي هو سن دانسر بقيادة تراسون. ايه وان شاء الله انا اكون في المنافسة وياه يعني. بالنسبة لمسافة 2400 متر الشوط السادس مسافة الميل ونصف الميل كسمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة للجياد المستوردة، ونلاحظ مشاركة 12
من الجياد يتقدمهم المرشح في هذا الشوط بيكرز النامنا. أكثر شيء حاطط في هذا الشوط والسيناريو المتوقع في هذا الشوط كون الشوط الأمتع والأبرز راح يكون في الموسيقى. أنا يعني ترشيحاتي للحصان اللي هو تلفونه زين، فأتوقع أن الشوط راح يكون سريع اللي هو هانسن سترينجر، أتوقع أنه يروح قدام وخاصة مع الفارس اللي هو علي حسن، أعتقد اللي هو 3 كيلو منزل الحصان زين، وأتوقع اللي هو يعني ما استبعد اللي هو بيكرز النام نامز الحصان قوي يعني، وأتوقع أن تلفونه يعني. وفي يعني كم حصان هنا يعني الاحظ اليهم كثاني مشاركه اليه يعني اللي هو سيرت شيرلي اللي هو الملك اللي هو هادي ابراهيم العفو مع المضمر محمد حسن، اتوقع هاي ثاني مشاركه الى ده الحصان يعني، وعندك اللي هو بيك رويال يعني ممكن يقدم مستوى في هذا الشوط خاصه قدم مستوى على المركز الرابع والثالثة مراكز متقدمة طبعا الجواد بيك رويال. واتوقع يعني يكون يعني الشوط سريع يعني، والخيال المرشحة اتوقع راح تكون ورا يعني قاعدة، ف من واصل ختم اتوقع السباق يكون في اخر الامتار يعني بين اللي هو بيكرز النوم نومز وتلفون اللي هو من ستريس ملك صباح ريسينج سندكيت المرشح الثالث في هاي الشوط. هل راح يكون من ضمن المنافسة خصوصا حل المركز الرابع في اخر مشاركة؟ يعني انا في يعني في وجهة نظري انه تلفونه ترشح، لانه خاصة اول ظهور الى ظهر مستوى وفاز في الشوط وثاني ظهور يعني في كاس اللي هو ولي العهد في مسافة 2000 متر حصل لك ان له دعم شيء يعني وخسر المركز السابع، فاتوقع هني مع له الفارس حسن الصفار يعني بعد خاصه ان حسن الصفار فارس متمكن، واتوقع هو يعني بالنسبه لاخر اشواط الامسيه الشوط السابع على كاس سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى ال خليفه المسافه 1800 متر سباق توازن من 0 إلى 70 مشاركة كبيرة 18 جواد، يعني القائمة ممتلئة في هذا الشوط. ترشيحاتك في آخر الأشواط؟ والله الشوط أنا أشوفه مفتوح الشوط يعني، ما أقدر أرشح لك حصان معين، وخاصة إن أنا مشارك في هذا الشوط اللي هو عندي شورى ملك خالد عبد الرحيم من المضمر فوزي ناس، بس يعني في خير راكضة اللي هو مرحبا هاي بالنسبة لشورا كونسل أول مشاركة شارك سباق واحد كان في مسافة 1008 و 1006 فما أذكر بالضبط مع الفارس حسين مكي، والحين إن شاء الله له المشاركة الثانية وياي إن شاء الله توفق وياه، بس يعني في خير بعد إنه زين راكضة له مرحبا مليون في آخر ظهور إليه مع افضل الجيات في مسافه الميل اللي هو 1006 حلت بان المركز اللي هو الخامس. في نهايه حلقتنا مع الفارس احمد مكي، احمد مكي اي كلمه توصلها عبر برنامجنا؟ حبيت اشكر له سمو الشيخ عيسى بن سلمان على الدعم اللي بعثني اياه في بريطانيا، وان شاء الله ان تستمر هذه له دعم الى الفرسان الباقي المتمرنين يعني يودونهم له بريطانيا، واشكر المضمرين اللي وقفوا وياي ومن ملاك والجمهور اللي شجعوني، وان شاء الله اواصل واتالق في الاسابيع القادمه. نهايه الحلقه نشكركم على حسن المتابعه، على من لقاء بكم مجددا في الاسبوع القادم مع حلقه اخرى فانتظرونا.